ناخذ هناك احمد ورا اخر شيء. سعادة الدكتور اهلا، بولا نوفل من CNN الاقتصادية. سؤالي بيحكي اكثر عن الشق الاقتصادي. ما فينا نقول انه اكيد الحرب بغزه والتوترات المنطقه طغت على الاجنده تبع القمه، بس بموضوع الشق الاقتصادي كيف فينا نحافظ على الزخم الاقتصادي والتعاون اتفاقيه التجاره بين الدول العربيه في حال استمرت التوترات في المنطقه؟ وشكرا. شوفي، للاسف الشديد الكثير من المتابعين لأعمال الجامعة العربية على مدار تاريخها اللي يمتد أكثر من 75 عاماً لا يرى سوى شق العمل السياسي، ويتصور أن الجامعة العربية هي فقط عمل سياسي. حقيقة الأمر أنه وإن كان ذلك صحيح أنه العمل السياسي للجامعة هو عمل سياسي، لكن له شق اقتصادي وله شق اجتماعي وله شق ثقافي. الجامعة تتناول الكثير من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأوضاع المرأة العربية وأوضاع الشيخوخة العربية ونقل التكنولوجيا و الكثير من المفاهيم. الجامعة العربية لديها 13 مجلس وزاري لا يعمل إلا في المجالات الفنية، الصحة، التعليم، الأليسكو، في نشاطات كبيرة جدا للجامعة العربية، وإن كانت تجتهد طوال الوقت إلا أنه تناولها الإعلامي لا يحظى بالكثير من الاهتمام لأنها ليس لها طابع براق. العمل الاقتصادي واتفاقية التجارة العربية الشاملة الكاملة تسير برغم كل التوترات وبرغم كل بيتم التقدم بهدوء وربما ببطء، لكن البرلمانات بتصدق والدول بتنضم والكثير من الاتفاقات بتنفذ، وبالتالي من حيث العمل الاقتصادي والاجتماعي للجامعة فإلى حد كبير هو عمل مرضٍ للغاية.